موجة مفيدة، شوف البحر بالسمع. من هو الكائن الذي ينافس القرش في الخطورة؟ والآن قرش الشعاب المرجانية في مواجهة الثعبان موراي. في الشعاب الاستوائية، قرش الشعاب المرجانية هو صاحب القوة المهيمنة، فهم يتناوبون في المياه الضحلة وفي الليل خصوصاً. القرش ذو الرأس الأبيض متكيف بشكل كبير، فهو على خلاف العديد من الأسماك يستطيع السباحة دون تنفس. أجسامها الطويلة والنحيفة تسمح لها بالإبحار بكل حرية للبحث عن الفريسة. فعند تواجد أي أثر لثعبان الماء، يبدأ البحث عنه بشراهة جامحة. ثعبان البحر موراي يكبر حتى يصبح بطول 11 قدماً. إنه يتربص بين الشعب المرجانية حتى تمر فريسة بجانبه فينقض بسرعة عليها. فعضته ذات قوة هائلة، لا شيء يستطيع التخلص منها. يقترب القرش متبختراً وكأنه ملك البحر، لكن الغواصين شهدوا حادثة غريبة وخارقة للطبيعة. ثعبان البحر موراي يتغلب على سمكة قرش ذات الرأس الصغير بعد أن اقتربت من مكان تربصه. هجوم ثعبان الشعاب المرجانية على قرش الشعاب المرجانية أمر مذهل، ما يجعل ثعبان البحر مفترساً حقيقياً، وذلك لصلابته وقوته وشكل فكه. وما يميزهم ليس فقط امتلاكهم فكاً كبيراً وقوياً، بل إنهم مسلحون بأسنان مدببة تكيفت جيداً للقضاء على أشرس المخلوقات البحرية المعروفة. موجة مفيدة، شوف البحر بالسمع.